بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا، ولقاء جديد عبر أكثر من زاوية. في هذه الأمسية نناقش خطاب السيد الرئيس الذي كان يوم الجمعة الفائتة، كان في مساء الجمعة، وقدم من خلاله العديد من الرسائل، العديد من القرارات، العديد من المؤشرات للمرحلة السياسية القادمة. صراحة هناك عدد من القراءات، عدد من التحليلات لخطاب السيد الرئيس، لكن القاسم المشترك بينها أنها جميعها تضعنا أمام مرحلة تاريخية مفصلية في حياة السودانيين، وأنها تضعنا جميعا أمام هذه المسؤولية. فبالتالي هذه المؤشرات وهذه الرسائل لابد وأن يتم تنفيذها على أرض الواقع، لا يتم تنفيذها عبر حكومة فقط، وإنما هناك شركاء كثيرون من أو بواسطة هؤلاء الشركاء بإمكاننا أن نفعل العمل المثمر فيها. حول هذا الملف سعداء جدا أن يكون ضيوفنا لهذه الحلقة الأستاذ الدكتور ناجي مصطفى بدوي، الأستاذ الجامعي المحلل السياسي والاقتصادي. أهلا بك دكتور ناجي. مرحبا أختي أستاذة دكتورة إيناس، ومرحبا بجميع المشاهدين والمشاهدات، وسعيدين بهذه أهلا الاستضافة. بك ومرحبا، وسعداء جدا أيضا أن يكون حضورا بيننا الأستاذ الصحفي الكبير، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أيضا، رئيس تحرير آخر لحظة، الأستاذ أسامة عبد المجيد. مرحبا بك أسامة. عليكم السلام يا دكتور، مرحبا بالسادة المشاهدين. أهلا بك ومرحبا. وبداية، وحتى يعني نبتدئ النقاش بنقاط معينة في مؤشرات محددة، لابد وأن نطلع على التقرير التالي. نتابع التقرير ثم نعود. بالنظر لخطاب رئيس الجمهورية للأمة السودانية يوم الجمعة الماضية لمجابهة الأوضاع الاستثنائية على خلفية الاحتجاجات التي عرفت العديد من مدن البلاد في الفترة الماضية، والذي تضمن إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، وقالة حكومة الوفاق الوطني والحكومة الولائية، تبرز على السطح العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق ما تضمنه الخطاب في ظل حالة الطوارئ، لكن آخرين يرون أنها مبررة وموضوعية ولا تعيق مساعي الدولة الرامية إلى معالجة الاقتصاد. لقد شهدت بعض أجزاء البلاد احتياجات خرجت بمطالب مشروعة في البداية، وهي السعي نحو الحياة الكريمة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتلك مطالب موضوعية كفل الدستور والقانون حق التعبير عنها التزاماً لجانب السلمية والمحافظة على النظام العام والممتلكات. ولقد ظللنا طوال مسيرتنا في الحكم نعمل على تنقية الحياة السياسية من الشوائب وتوسيع مساحة الحريات العامة، تمكين للأحزاب والأفراد من ممارسة حقوقهم، والسعي لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم. ويرى مراقبون في دعوة البشير للبرلمان تأجيل النظر في التعديلات الدستورية إثراء للساحة السياسية بمبادرات وأفكار جديدة، مع تمسكه بالحوار البناء وعدم الانحياز لأي طرف دون الآخر، والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، خطوة إيجابية تجنب البلاد الانزلاق في أتون الفوضى وعدم سيادة القانون. فإنني من واقع مسؤوليتي الدستورية والأخلاقية عن كل الشعب السوداني الموالين منهم والمعارضين وحملة السلاح، أدعوكم جميعا وبلا استثناء إلى التحرك إلى الأمام من أجل الوطن، وأرفع النداء عاليا من منصة قومية لشبابنا في كل الساحات، ولشيوخنا الأجلاء، ولنسائنا الماجدات، بل ولكل قطاعات الشعب السوداني الكريم في الداخل والخارج، بأن الوطن في أشد الحاجة إلى توحدكم وتآزركم، إلى طاقاتكم الإيجابية وأفكاركم البناء. وقال البشير إن تدابير وقرارات إضافية سيتم اتخاذها، ولعله يشير إلى تكليف حكومة تصريف الأعمال التي بدأت ملامحها من خلال القرارات الجمهورية التي قضت بتكليف الفريق والركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، والدكتور محمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء. وحيث أن صدى التحدي الاقتصادي يطرق بعنف على كل أبواب منازل الشعب السوداني،
فإن تدابير اقتصادية محكمة ينبغي أن تتخذ بحكومة مهام جديدة سأكلف بها فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجازها إلى حين استكمال العملية الحوارية لوقتها الضروري. ويأتي إعلان حالة الطوارئ في وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات، تحديات تأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وتأرجح سعر العملة السودانية رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإيجاد حلول للمشكلات الحالية، الأمر الذي جعل الشارع السوداني ينظر إليها بكثير من الرضا والقبول علّه يجد فيها ما يحقق له متطلبات العيش الكريم. المواطنين الشرفاء، إن بلادنا التي سالت من أجل صون كرامتها واستقرارها دماء الشهداء الطاهرة في كل الحقب والعهود لن تنتكس أبدا لمربع الفوضى والعنف والإقصاء، وستظل حكمتها المركوزة في صدور أبنائها وبناتها عاصما لها من التجرزم والتمزق والضياع، وإن التسامح الموجود فطرة في نفوس أبنائها وبناتها سيبقى نبراسا لها في الليالي الحالكات والأوقات العصيبات. ويجمع العديد من قادة الرأي أن ما طرحه رئيس الجمهورية هو مسارات للحل، وحري بالأطراف الأخرى أن تدعم هذا التحول في مسارات الأوضاع، أوضاع يأمل الجميع أن تفضي لحلول نهائية لحالة الراهن السياسي والاقتصادي بعيدا عن الحسابات الخاطئة التي ربما تفتح الباب على احتمالات المجهول. نحن الآن أمام تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية، تحديات تتمثل في حكومة انتقالية، تحديات تتمثل في حالة الطوارئ المعلنة، وأيضا تحديات تتمثل في حكومة جديدة، حكومة مركزية وحكومات ولائية. دكتور ناجي، وفق هذه التحديات رؤياك لأهم الرسائل التي وردت في خطاب السيد الرئيس، أي الرسائل تعتقد أنها لابد وأن توضع على أولويات الأجندة القادمة؟ شكرا. هناك مثلث تشكل رؤوسه ثلاثة قضايا محورية تناول خطاب السيد رئيس الجمهورية. الرأس المثلث هو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بقوله أنني أتحدث من منصة قومية. تمام. منصة قومية تعني أن السيد رئيس الجمهورية انتقل من كل القوالب التي كان يمكن أن يقولب فيها، حزبية لحزب واحد أو لمجموعة من الأحزاب، وتحول إلى قالب قومي. هو الآن رئيس يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، أحزاب الحوار، أحزاب النداء، أحزاب التجمع، حزب المؤتمر الوطني، يقف على منصة قومية على مسافة واحدة من جميع أطياف الشعب السوداني. ما هي الفكرة في أن يقف الرئيس هذا الموقف؟ أنا أقول دائما كل خطاب الرئيس الذي سمعته يوم الجمعة من أول حرف إلى آخر حرف هو خطاب يصب نحو الأزمة الاقتصادية، وأظن أنه سبب إعلان حالة الطوارئ هو تحديدا المادة 4 الفقرة ب من أسباب إعلان حالة الطوارئ، وهو الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد. لذلك السيد رئيس الجمهورية يفتح بهذه المنصة القومية مرحلة جديدة في مواجهة الفساد الذي تحدث عنه الناس كثيرا، المافيا، التهريب، السوق الأسود، مشكلة الدولار إلى غير ذلك. هذا هو رأس المثلث، قضية المنصة القومية، ولعلنا نتحدث عنها لاحقا بشكل أكثر تفصيلا. النقطة الثانية في المثلث، رأس المثلث الثاني، هو قضية الطوارئ. إعلان الطوارئ، وأنا ذكرت في منصات إعلامية كثيرة أنه برضو إعلان الطوارئ الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية بموجب نص المادة 210 من الدستور، المادة 4 من قانون الطوارئ والسلامة العامة، هو مرجعية الأسباب فيه اقتصادية. سؤال، لماذا يصب قانون الطوارئ في مصلحة الاقتصاد؟ نفصل هذا لاحقا، لكن نقول إجمالا أن هناك ملفات كبيرة جدا لا يمكن التعاطي معها في ظل القوانين السارية، لا يمكن التعاطي معها في ظل الإجراءات الروتينية للتحقيق
أمام النيابات المختصة والقضاء المختص. هناك ملفات فساد مقنن تحتاج أن يكون تكون هناك آلية تخطو فوق القانون الطبيعي، تتميز بقانون قوي، قانون حاسم يستطيع القانون الطوارئ، ولأننا نفصل هذا داخل الحلقة، في ميزات قوية في الحظر والحجز والتنظيم للاستيراد للتصدير للإنتاج، حجز الممتلكات، حظر الإنتاج، تقنين الإنتاج إلى غير ذلك من الأشياء، حجز الأموال إلى حين المحاكمة، وقضية كبيرة وكمية كبيرة من القضايا التي لا يستطيع الإنسان في الظروف العادية. رأس المثلث الثالث الذي كنت يعني أراقب أداء رئيس الجمهورية أثناء الخطاب وأنا أتلمس اهتمامه بهذه القضية، هي تأكيد السيد رئيس الجمهورية على أن تظل وثيقة الحوار الوطني هي الوثيقة الراعية والهادية للمرحلة القادمة. وهذا يعني على الصعيد السياسي والاقتصادي أن الرئيس لم يهدر الحوار الوطني، حكومة الحوار الوطني، وإن كان قد حل الحكومة القائمة، ولكن هو يقول أنه ستظل هذه الوثيقة هي الهادي، ويدعو باقي الأحزاب والجماعات المسلحة التي لم توقع على هذه الوثيقة ولم تدخل الحوار أن تدخل، ودعا الشباب. هذا المثلث الثلاثي، منصة القومية، إعلان حالة الطوارئ، التأكيد على وثيقة الحوار الوطني، أظن أنه هي الثلاثة القضايا الرئيسية في تقديري، ويدور حولها باقي خطاب السيد الرئيس. تمام، قد تكون هذه وجهة نظر مقدرة، ولكن إذا وضعنا الحالة الاقتصادية إن كانت هي الدافع وراء إعلان حالة الطوارئ، هل أستاذ أسامة الحالة الاقتصادية تحتاج لإعلان حالة الطوارئ أم لتفعيل قوانين أكثر؟ هل نحن بحاجة لحالة الطوارئ للسيطرة على الحالة الاقتصادية في البلاد، مع أنه أوضع في الاعتبار أنه بالفعل هي واحدة من موجبات استخدام قانون الطوارئ أن تكون هناك أزمة اقتصادية أو محنة اقتصادية تمر بها الدولة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بكل أحوال حالة اقتصادية لا تستدعي فرض حالة طوارئ. أنا أختلف بعض الشيء مع الدكتور ناجي، لأن المسألة الاقتصادية ممكن معالجتها من خلال عدة زوايا مختلفة. أما في مالي ملف الفساد، هناك وحدة تحقيقات الفساد هي أكثر إيقاع، أكثر سرعة وأكثر حراكا وحيوية، بالتالي الأمر إذا كان ينحصر في هذا الأمر فهذا ليس صحيح، رغم أن مسؤولين في الدولة يعني أشاروا إلى أن واحدة من دواعي فرض حالة طوارئ هي مسألة مكافحة الفساد. لكن بكل الأحوال فرض حالة طوارئ لديها بعد آخر. الحكومة إلى حد كبير كان مركزة في الفترة الماضية على تأمين أطراف العاصمة، التركيز كان بشكل أكبر على تأمين أطراف العاصمة، لكن المفاجأة جاءت أن الذي حدث وأربك المشهد بشكل كبير أن تم يعني الذي كان يعني غير متوقعا أنه تم من أطراف البلاد وليس من أطراف العاصمة. لم يكن أحد يتوقع أن يحدث احتجاج في نهر النيل، هو مبرر بكل الأحوال، كان مبررا. لم يكن أحد يتوقع احتجاج في الشمالية ولا في النيل الأبيض، لكن عندما حدث هذا الاحتجاج تغيرت الفكرة والخارطة بشكل عام، أن التأمين اللي كان مقصود أطراف العاصمة حدث من أطراف البلاد. بالتالي الآن كان طبيعيا جدا أن ينظر الرئيس البشير للمرحلة المقبلة برؤية مختلفة، بالتالي كان في كثير من المقبولية مع ما يتسق مع شرط إليه أن يتم تعيين ولاة من المؤسسات العسكرية المختلفة. هذه هي واحدة من الأسباب المباشرة التي دفعت الحكومة لتعيين ولاة عسكريين. تعيين ولاة عسكريين كان يتطلب مباشرة فرض حالة الطوارئ لاتساق التعيين مع اتساق الحالة الراهنة الآن. أمر ثالث، أن هؤلاء الولاة يعني البعض سيتحدث كيف سيديرون الولايات، من أي منصة سيمضوا في اتجاه إدارة الولايات، لكن بشكل مباشر اتسق ذلك تماما مع تعيين النائب الأول لرئيس الجمهورية في غياب عوض بن عوف، وفي ذات الوقت احتفاظ عوض بن عوف بمنصب وزير الدفاع. وزير الدفاع ونائب الأول، بالتالي من الممكن جدا وهو المشرف المباشر على ولاة الولايات، وهؤلاء الولاة من المؤسسات العسكرية. لو نلاحظ أن هناك توجيها صدر من النائب الأول وزير الدفاع للولاة بأن يكون الالتزام بالزي العسكرية عند أداء اليمين الدستورية وعند ممارسة المهام بالولايات. هذه كلها مؤشرات الحكومة تمضي في اتجاه جديد، لكن بكل الأحوال هناك أبعاد سياسية لهذا الأمر، أن الإدارة التي كانت في الفترة السابقة الولاة المدنيين أو بشكل الدولة في الفترة الماضية لم تصل إلى نتائج مرجوة فيما يلي الاقتصاد
في مالي تأمين البلاد بشكل أوضح، لأن معلوم أن مدير جهاز الأمن والمخابرات ذكر في وقت سابق تصريحا، حتى أن البعض اندهش لتصريح الفريق وصل عبد الله جوش، كيف يعني كيف يقول مدير جهاز الأمن والمخابرات أن هناك 5 جيوش تريد الانقضاض على الخرطوم. الحديث في ظهير كده يبدو فيه قدر كبير من التهويل، والبعض قد لا يصدقه. لكن بكل الأحوال طالما كانت هناك احتجاجات مبررة في بداياتها، نزل محتجون للشارع العام، بالتالي من الطبيعي جدا أن تستغل جهاد هذا الخروج. ومعلومة الأوضاع التي تعيشها البلاد صحيح. بشكل عام من خلال منذ وجود الحركة الشعبية الجنوبية في الخرطوم، كانت هناك 48 ميليشيا مسلحة، كانت هناك حركات دارفور، حركات غيرها، حركات مسلحة، هناك حملة كبيرة لجمع السلاح، معلوما أن السلاح انتشر بشكل كبير. هذه كلها تغذي مسألة أنه بالإمكان أن تكون هناك قوات، طبعا معلوم بكلمة جيوش ليس جيوش دول، لكن بكل الأحوال يعني ميليشيات وحركات مسلحة ممكن جدا تحاول أن تغزو الخرطوم. وحدثت في مايو، حدثت في مايو 2008 عندما اقتربت دقة قوات حركة خليل أبواب الخرطوم يعني صحيح. بالتالي هذا كان إجمالا لهذا الأمر، كان طبيعيا جدا أن تمضي الحكومة في اتجاه فرض حالة الطوارئ، أن تمضي في اتجاه عسكرة الولاة، أن تمضي في وضع خطة جديدة لمرحلة جديدة. أنا في إحدى المنصات الإعلامية قلت أن الآن الدولة السودانية في اتجاه الجمهورية الثالثة، إذا كانت الجمهورية الثانية هي انفصال دولة الجنوب، الآن نحن في الجمهورية الثالثة. لكن بكل الأحوال قد يرى البعض أن فترة حظر الطوارئ لمدة عام هي طويلة، بعض الشيء كان الأفضل أن تكون 6 أشهر ثم تجدد لاحقا، أو تتم قراءة ومراجعة المشهد السياسي، هل يستحق بالفعل الاستمرار في فرض حالة الطوارئ أم يتم إيقاف هذا الأمر حتى هذه المرحلة؟ نعم، هو صراحة إعلان حالة الطوارئ بأنها عام صاحبه إعلان أن هذه حكومة انتقالية فترة عام أيضا، وكأنها ببرنامج موحد. يعني الملاحظ لحديث السيد الرئيس وخطابه سيتلمس بأن هناك خطوط واضحة، خطوط عريضة، سيذهب الجميع لتحقيق هذه النتائج، من أهمها ضرب المفسدين. يعني هذه واحدة من التحديات. لكن دكتور ناجي، يعني الآن نحن أمام رئيس وزراء جديد دكتور محمد طاهر إيلة، ونائب أول للسيد الرئيس أيضا جديد. لو مسكنا ملف رئيس الوزراء، في رأيك لماذا تم الاختيار أو وقع الاختيار على دكتور محمد طاهر إيلة؟ طيب، ما ممكن تسمح لي بس أضيف تعقيب بس على مسألة فرض قانون الطوارئ وعلاقته بالاقتصاد. أنا تكلمت كلام مقتضب، أستاذ أسامة أيضا فصل في بعض الجوانب الأخرى في نقاط. أنا تكلمت كلام مقتضب جدا بس كفاتحة لأهم رؤوس الأقلام. طيب. لأنه أحيانا في بعض المسائل تحتاج إلى تحليل قانوني، تحليل علمي. تمام. يعني أنا لا من قلت فرض قانون الطوارئ هو قرار اقتصادي 100%. تمام. ما عنده أي علاقة بالمظاهرات خالص، لا من قريب ولا من بعيد. قلت هذا لأسباب وأستطيع أن أبرر هذا القول. تفضل. الشيء الأول، السيد رئيس الجمهورية وأنا أتابع خطابه كلمة بكلمة في مرتين يتكلم عن المظاهرات بعد أن ترحم على الذين ماتوا فيها وأرواحهم وكذا، وهذا حق لهم. اتكلم عن وقال أما الآن وقد انجلى هذا الوضع وهذا الظرف. المرة الثانية قال وقد خرجنا من هذه المحنة بدروس. السيد رئيس الجمهورية ألقى خطابه الذي أعتبره من منصة اقتصادية هو معالجات ما بعد المظاهرات. المسألة دي واضحة من خلال كلامه الذي قاله. اثنين، ما الذي يمكن أن يضيف ملف الطوارئ إلى مكافحة المظاهرات؟ الشرطة الآن هي تقوم بمقابلة المتظاهرين، هي تمارس الاعتقال القانوني بنص المادة 91 قانون الإجراءات الجنائية. نعم. الذي يتيح للقوات النظامية حق التفتيش ودخول المنازل عند قيام الظن بوجود متهم داخل المنازل، مادة 91 وضوابطها. نعم. وبالتالي حيعملوا شنو بقانون الطوارئ؟ يعني أكثر من أنهم هم بيمارسوا عملية إيقاف المظاهرات،
إلا إذا أرادوا أن يفرضوا حظر تجوال مثلا أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي أنا أظن أنه ملف المظاهرات ملف أندر كنترول بالنسبة للأجهزة المختصة، لا هي لم تكن بحاجة، لم يكن هناك تفاقم. يدل على هذا أن خطاب السيد الرئيس جاء بعد انحسار وتيرة التظاهرات، وهذا أمر شهدت به القنوات العالمية قبل المحلية. الأمر الآخر، أنا محامي، لماذا قانون الطوارئ مفيد في الفساد؟ يعني قبل أيام كانوا الناس بيتكلموا عن ظاهرة التحلل ويتناولوها الإخوة الصحفيين والإخوة المعارضين بنوع من الشتيمة للحكومة، بأن التحلل ده جبته من وين، وهذه شريعة الفساد وشرعنة الفساد وتقنين الفساد. لكن في قضايا داخل أزقة المحاكم بنعرفها نحن القانونيين، لكن قد المواطن البعيد عن الأمر ده ما بيعرفه. أنا محامي يا دكتورة، لو أنا موكل زول داير من زول 10 مليون دولار ما عنده أدلة، الفساد الآن بقى فساد مقنن، فساد مش غير مكشوف، فساد مقنن، فساد خفي جدا، فساد تقوم عليه شخصيات ذكية جدا لا يمكن أنك تجي تقتنصها بسهولة. فلو أنا محامي، لو جاني موكلي داير من زول 10 مليون دولار لكن ما عنده أي أدلة، والزول قال لي أنا حادفع عليك، أنا ذاتي والله ما دار أخلص منك، أدفع لك 5 مليون دولار، وجاني أنا كمحامي بقول له شوف خياراتك كالآتي، أنا ممكن أسوق معك القضاء ده سنتين وفي النهاية ما حتلقى حاجة، أخير لك أنا بنصحك شيل الخمسة مليون دي وأبقى مارق بها، ده أحسن الخيارات المتاحة لك. تلت ولا كتلت. هذا الخيار مع قانون الطوارئ غير موجود، لأنه قانون الطوارئ في المادة 5 الفقرة جيم يتيح للسلطة المختصة الحجز على جميع الأموال إلى حين المحاكمة. مشاكين إنه الزول ده شال، بنحجز على أمواله، نحجز على بيته، نحجز على عقاراته، نحجز على أمواله نوديعها في بنك السودان أو خزانة المالية وتخش لي في المصارف سيولة لحد ما المحكمة تفصل القروش دي حقتي ولا حقته. التهريب واحدة من معضلات الاقتصاد السوداني. يعني قبل الأسبوع الفات 45,000 طن من الصمغ العربي، نحن بننتج 200 طن من الذهب، وزير المالية قال نحن بندخل 28 طن فقط في بنك السودان. التهريب كارثة كبيرة. نحن في السودان 18 ولاية دكتورة إيناس، 15 ولاية حدودية، الجزيرة والخرطوم وشمال كردفان دي بس الولايات الداخلية، 15 ولاية حدود مفتوحة مع دول اقتصاديا هي تحتاج إلى السودان في كثير من الملفات. إدارة ملف التهريب صعبة جدا، في لأنه الليلة شرطة الجمارك أو التهريب لو قبضت زول ماسك شايل له 3 لواري بضاعة جوا الخرطوم ليس جريمة تهريب، لأنه جوا البلد، جوا البلد ما بيقدر تدينه بجريمة تهريب، لأنه بيقول لك أنا جوا السودان ما هربت حاجة، ولا تستطيع أنك تهاجمه خارج حدود الدولة. قانون الطوارئ يتيح للقوات المسلحة ولقوات حرس الحدود أن تمارس عملية مكافحة التهريب خارج حدود القطر، وبالتالي يستطيع قانون الطوارئ أن يوقف عمليات التهريب المتعدد. هذه هي الفوائد التي تظهر بوضوح في أن ملف الطوارئ سنستغله في ملف الاقتصاد. وهذه الحكومة، بس تصحيح المصطلح، هي ليست حكومة انتقالية. أنا كلام السيد الرئيس ده يمكن سمعته 30 مرة كده حفظته، هو قال حكومة مهام ولم يقل حكومة انتقالية، لأن المصطلحات دي بعدين السياسيين بيجي يشيروا يخطوها كده في خانات أخرى. هي حكومة مهام. ما هي مهمتها؟ أن تخرج بالبلد من هذا النفق الاقتصادي، من تردي سعر الدولار، من انهيار الأسعار في السوق، من قضية شح الوقود الذي رجع تاني يعصف. لذلك أنا أقول، أنا يعني أحترم وجهات النظر الأخرى، أستاذ أسامة رجل خبير ومعروف، وآخرين كتار جدا يعني هو رأيهم زي رأي أستاذ أسامة، لا بأس يعني أن يكون هناك أيضا أسباب سياسية لهذا الفرد، وقد يكون كل إنسان ينظر من التخصص المتاح له. في دقيقة واحدة أجيب على سؤالك المتعلق برئيس الوزراء. إيلا رجل صاحب نجاحات طويلة، يعني الناس ما عرفوا إيلا إلا بعد ما مشى بورسودان، يمكن بعد لكن نهض الكتف في بورسودان. أي لكن إيلا من قبل أن يصبح والي، يعني من بدايات 89 ومن قبل 89 إيلا استلم ملفات وبرزت شخصيته فيها. أستطيع أقول باختصار الميزة الكبرى لإيلا، وهي تعزز ما قلته سابقا، أنه الفترة القادمة حكومة المهام هي عندها ملف اقتصادي قدامها في الطرابيزة. إلى مؤسسة التي أخرجته رجلا ناجحا في ولايتين،
والنجاح النسبي قد يختلف مع بعض المشاهدين. هو أنه رجل صارم جدا فيما يلي القضايا المالية والمحاسبية، وبالتالي سيكون هناك صمام قوي جدا للدرع أي عملية فساد، وهذا يتسق تماما مع حالة الطوارئ الاقتصادية. طيب، مهام هذه الحكومة إن توصلنا 2020 لمرحلة انتخابات، لذلك يمكن مجموعة من الإعلاميين أطلقوا عليها مرحلة انتقالية، هي صراحة ممكن تكون ما وردت في خطاب السيد الرئيس، لكنها فترة محددة حتى نصل 2020. التحديات التي تواجه رئيس الوزراء أستاذ أسامة، يعني تحديات كثيرة في فترة وجيزة، وملفات عميقة وكثيرة وأيضا فترة وجيزة، لكن احنا نقول الله المستعان في البداية. ويمكن التصريح من السيد الرئيس بأنه هذه الحكومة لابد أن تكون بعيدة عن المحاصصة وقريبة جدا من الكفاءات، أن تكون حكومة كفاءات، يعني ما تجيب زول إلا فعلا في مكانه المناسب. إيلا والتحديات القادمة. طيب، بدءا اتبع ذات نهجي الدكتور ناجي، ارجع اكثر من زاويه، اكثر من زاويه، يعني اكثر من راي واكثر طيب من وجهه. طيب، من المؤكد انا لم احصر انه التشكيل الذي تم او القرارات التي صدرت انها ردت فعل للاحتجاجات، بدا ان يثبت ان الاحتجاجات انحسرت الى حد كبير، هذا معلوم بالضروره. امر اخر ان الحكومه لم ترضخ لمطالب المحتجين، لأنه معلوم مطلب المحتجين وقف في محطة واحدة، هذا أمر معلوم بالضرورة. الترتيبات التي تمت هي بمعزل عن ذلك، لكن أنا أتحدث عن المحيط العام والشكل العام. الحكومة التحدي الحقيقي الأمام هو تحدي اقتصادي، مجابهة التحدي الاقتصادي بيستدعي حزمة من الغرارات. حزمة من الغرارات تتطلب أنه اختيار حكومة جديدة ولا جدد، ترتيبات جديدة داخلية. الوضع فرض أن يكون الولاة جزء ولاة عسكريين، أن تكون هناك مرحلة انتقالية، ربما التعبير لا يجب دكتور ناجي، لكن بكل الأحوال نحن كفترة في محددة، يعني في التنوير الخاص مع مدير جهاز الأمن والمخابرات قال ذكرت هذه العبارة، قال أن الحكومة حتكون هي حتى 2020، ده إذا لم يتم التمديد لها لمرحلة أخرى. لكن على كل نقف في محطتنا، هذه الحكومة هي بغرض الوصول إلى 2020 إلى بر الأمان على الأقل في المرحلة الأولى. طيب، هذه كلها دواعي استدعت أن يكون التغيير بالكيفية التي تمت. لطالما كان هناك حكام عسكريين، كان طبيعيا جدا أن يكون هناك فرض القانون الطوارئ، بعيدا أن يكون السبب الرئيسي لهذا القانون شنو ودواعيه ومبرراته. الآن التحدي الحقيقي هو تحدي اقتصادي، هؤلاء الولاة العسكريين سيقوموا بالتأمين بشكل أكبر، لأنه معلوم في كل الأحوال يعني في كل الأحوال التحدي القائم لدى السودان هو تحدي أمني، من خلال الحدود الشاسعة، من خلال وجود الحركات المسلحة لفترات طويلة، من خلال الفترات التمرد سواء كان في الجنوب أو في الشرق وما إلى ذلك من الأسباب المعلومة. التحدي الأمن هو تحدي قائم بكل الأحوال في الدولة السودانية حتى ما قبل الإنغاز. أضف إليه الآن التحدي الاقتصادي، بالتالي كان هذا هو الترتيب. هذا يقودنا مباشرة لندخل التحديات التي تجابه وزير رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا. معلوم أن التحدي الذي سيجابه الحكومة بشكل أكبر، التحدي الأول هو سيكون مكافحة الفساد. أنا لا أرى أن يكون التركيز، ورغم أنه تحدي كبير، لكن إذا مضى محمد طاهر إيلا في تركيز بشكل أكبر على هذا الملف، ستمضي فترته دون أن ينجز أي عمل. أنا أذكر أن واحد من الرؤساء الأفارقة، لا أذكر تحديدا اسم الدولة، لكن كان لديه حديثا صريحا، قال اسألوني من الفساد من هنا حتى فترتي التي ستمضي في نحو 5 سنوات. بالتالي أنا لا أقول أنه يتم السكوت وغض الطرف عن هذه الملفات، لكن من الجيد جدا أن توكل هذه الملفات إلى جهات أخرى بخلاف محمد طاهر. أنا لم يعجبني التصريح الأول الذي قال نحن سنكون يعني سنحسم خصما على المفسدين، خصما هذه لغة بدءا هي لغة سياسية، ثم أنها لغة أمنية عسكرية، يعني غير مبرر أن تخرج من رجل مثل محمد طاهر إيلا، هو رجل يمتلك خبرة كبيرة. كان من الجيد جدا أن يقول أنهم هم الأول معاش الناس سيمضي في هذا الاتجاه، لديه رؤية حوله واحد، يعني يفصل في هذا الرؤية، لكن بدأ حديث أمني وحديث
عسكري انا لا يعني لا احبذ ان يمضي محمد طاهر الى في هذا الحديث. ربما اليوم في ذاك اليوم عندما عدى الغصن كانت كل الصوره اللي امامي هي صوره البزه العسكريه، بالتالي كان مضى في حديثه بذات يعني الصوره انتقلت اثرت فيه مما دفعه للتصريح بهكذا تصريح. لكن على كل معلوم ان هناك فرق شاسع ما بين رئيس الوزراء السابق ورئيس الوزراء الحالي محمد طاهر. ما يميز محمد طاهر وكثير من قيادات في يعني على سبيل المثال نائب رئيس الجمهوريه دكتور عثمان كبير انه لا كانوا غريبين جدا من المواطنين، يتلمسون قضايا المواطن، يعلمون احتياجات المواطن الحقيقيه المباشره. بالتالي هذه مساله لن تكون غايبه عن محمد طاهر إلى ولن تكون عصيه في فهم المطلوب منه. الان يعني انا ارى انه في الدوله السودانيه ليس من الصعب الفهم انه ما المطلوب من ان يؤديه هذا المسؤول في المرحله المقبله، لكن في كيفيه إدارة وتنفيذ هذه الملفات من الجيد جدا أن يكون يعني كذلك محمد طاهر المطالب بتغيير الصورة المرسومة لديه. هناك صورة ذهنية مرسومة لمحمد طاهر إلى خلافا للصورة التي يسهب إليه بعض أنه أنجز إنجازات كبيرة سواء في البحر الأحمر أو الجزيرة، جمل الولايتين، أحدث فيهما طفرة وما إلى ذلك من الحديث الظاهر للعين، لكن هناك بعد سياسي يستدعي في شخصية رئيس الوزراء إلى أن يكون يعني قريبا من المسؤولين الذين يكون معه. هناك اتهامات محمد طاهر لأنه ينفرد باتخاذ القرار، يعني يمضي في يعني يكون كافة مقاليد القرار والتفاصيل في يده، هذه لا تنفع في مجلس الوزراء. من الجيد جدا أن يغير تلك السياسة. بعض هذه السياسة كان يتبعها الذي سبقه معتز موسى ونقدر الجهد الذي قام به. المطلوب من محمد طاهر أن يكون متوافقا مع الفريق الذي سيعمل به. التجانس هو الذي يمكن جدا أن يصهر فريقا جيدا، يصهر فريقا يمكن الحكومة من إحراز أهداف لمصلحة إزعاد المواطن السوداني. طيب انطلاقا من الحديث حول الاقتصاد وأيضا درء الفساد والمفسدين وحديث رئيس الوزراء في أول تصريح له بأنه سيكون أو تصريحه بأننا سنكون خصوما للمفسدين، طيب لو لاحظنا أنه هناك حل لديوان المظالم واستبدل بآلية أخرى لمكافحة الفساد، إذا حاولنا دكتور ناجي نربط الأشياء ببعضها البعض، يعني التحدي اقتصادي، نحن خصوما للمفسدين، حل المظالم، وتكوين آلية لمكافحة الفساد. جهت أنا في البداية أظن أنه ينبغي أن يكون شعورنا تجاه رئيس الوزراء والحكومة القادمة هو شعور شفقة مفرطة جدا. أكيد. يعني سيد رئيس الجمهورية ذاته لما نتكلم قال أنا ما خطابي ده ليس ليقدم الحل إنما لأضع مسارات. صحيح. والحل ينبغي أن نتشارك فيه جميعا. نحن قرابة 4 سنوات تقريبا عمر الأزمة الاقتصادية السودانية بنتكلم عن زيادة الإنتاج والإنتاجية، ملف الزراعة، مكافحة الفساد، العملة، الذهب، وأقول يعني أنه الواقع المشاهد أنه هناك مشكلة عصية عن الحل. المشكلة الاقتصادية هي مشكلة عصية على الحل. يعني نحن مفروض نستشعر أنه حل الاقتصاد السوداني مش حاجة تحت الترابيزة أنا بشيلها وخدها فوق وقول يلا أنا حلت الاقتصاد السوداني وبقى كويس، مشكلة أبدا. وبعض الناس الذين يلومون الأستاذ معتز موسى أنه هو قعد فترة طويلة وما عمل حاجة، الإنصاف مع الناس، مبدأ الإنصاف الذي أمر الله به في القرآن أن لا نبخس الناس أشياءهم، أستاذ معتز موسى مشى بكامل طاقته التي يستطيعها، هو قد بصراحة لكن الحفرة عميقة. الحفرة عميقة مهما كان صعودك فيها سريعا هو لا يظهر في الأثر الكلي لأن الحفرة عميقة جدا. إذن هذا التحدي الكبير الذي يجب أن تستشعره الحكومة ويستشعره الشعب السوداني الذي يأمل من هذه الحكومة في ظرف سنة أو أقل أن تنتشل هذا الاقتصاد من هذه الحفرة. يذكرني بحديث الصدمة الذي تكلم عنه معتز موسى. نحن فعلا محتاجين لصدمة. يعني الاقتصاد
وإلى جانب التخصص القانوني المتخصص في الاقتصاد، وربعني دكتورة في الاقتصاد. العلاجات الاقتصادية بطيئة زي الدواء اللي بيستعمله زول العلاج عشان المشاهد يفهم. يعني أنت بتأخذ الدواء وتمشي للدكتور تقول له أسبوع ما، بيقول لك لا مرة أحمد الدواء بيمشي وكذا جرعات. فالعلاج الاقتصادي مش عصا موسى، يعني نحن ممكن نفعل آليات صالحة جدا لإنعاش الاقتصاد السوداني، ولكن عشان هي تجي تظهر لي في حلة الملح في بيتي أنا جوا المطبخ ده لا فترة طويلة جدا من الزمن. لذلك ربما يكون أستاذ إيلا استشعر من أين سيبدأ، أين الملف الذي إذا بدأ به سيظهر مباشرة أثر، أقرب أثر. أي ملف الزراعة يمضي، ملف الصناعة يمضي، ملف الذهب يمضي، الملفات الأساسية تمضي، ملف النفط وتصديره يمضي، لكن في كتلة نقدية في ثروة سودانية مكدسة داخل وخارج السودان، دي حقيقة مفروض نحن بعدين نقولها ونفصح بها ولا نخاف. يعني ملف الفساد الآن في السودان ملف لا تخطئه عين، ولا ينبغي أن نحن ندسه ونخط رأسنا في الرملة ونقول لا ما عندنا فساد والأمر هناك فساد. نعم نختلف في النسب قدر شنو، ودون أن نتهم بالفساد طائفة دون طائفة أو حزب دون حزب. الفساد لا دين له ولا حزب ولا شيخ ولا قبيلة. الفساد انهزام إنساني داخلي يقع فيه أي شخص. هذا الملف، وأنا أظن أنه هذا هو التحدي الكبير، لو نجح فيه أستاذ إيلا واستطاع بقانون الطوارئ، أنا أقول بقانون الطوارئ لأنه القانون بطيء، وده السر في أنه طوالي نحن القانون، قانون الطوارئ 1997 يتيح للسلطة المختصة إقامة نيابات خاصة ومحاكم ابتدائية واستئنافية خاصة. السبب فيها أنه هي سريعة ناجزة ما عندها زحمة أعمال، بس ملفات مختصة بقانون الطوارئ، والنيابة تشتغل في القضايا المتعلقة بقانون الطوارئ. ده السبب في أنه الآن هناك إصلاحات أو قرارات قانونية، وستأتي قرارات أخرى وستنشأ نيابات متخصصة لمباحث الطوارئ. لكن إذا استطعنا أن نمضي من هذا الملف، أنا أتحدث دكتورة عن 90% من السيولة النقدية التي تسربت من المصارف، مش لدى المواطنين اللي سحبوا نقودهم، لدى مستفيدين من التمويل المصرفي. السيد رئيس الجمهورية يتكلم عن فساد داخل المصارف في تجنيب أموال والمضاربة في الدولار، وأنا كلام كتبته في جريدة قبل كده وقلت والله ما عارف، لكن إذا حصل وثبت أن المصارف السودانية ضاربت في الدولار فهذه جريمة ضد الاقتصاد السوداني. السيد رئيس الجمهورية ريحني وطلع يتكلم قال الكلام، قال في مصارف تاجرت في الدولار، وأي زول الليلة في السودان شايف الدولار ده طاير، أنا مدير مصرف عندي 10 مليار ولا 100 مليار، لو شلتها خطيت الدولارات بس انتظر عينتها للساعة وانتظرت لها كم يوم وفكيتها بكون كسبت مئات المليارات. وما في زول بيمتنع عن الحاجة دي إلا زول عنده وازع ووطنية يشعر أنه هو سوداني مسؤول من هذا البلد. فهذا التصرف قد وقع، قال هذا رئيس الجمهورية. والآن سبب واحد من أسباب شح السيولة، نعم هناك حصل هلع وسحب للأموال، لكن أجاب الهلع دي من الأساس أنه هناك ضمانات بنكية تم تجييرها وسحب أموال مضاعفة بأوراق مستندية واحدة، وده إجراء قانوني صحيح عشان ما المشاهد ما يفهم أنه شغلة تزوير، لا هو إجراء صحيح. لكن الآن هناك نقود سودانية مجمدة في أرصدة دولارية تشكل واحدة من أهم أدرع السوق السوداء التي تغذي. طب تقصد المضاربة في العملات نفسها، العملة كانت سودانية أو كانت عملات المضاربة في المضاربة في الدولار بأموال المصارف المودعة فيه. 90% حجم الفاقد في أموال المصارف، لو إيلا طلع عليه 90% دي بس دخلها ليه في المصارف ترجع كما كان من بطون هؤلاء، حل لي مشكلة السيولة، واحدة من المشكلات العميقة جدا الآن، وحلها يكمن في هذا الاتجاه. واحدة من المشكلات الآن مشكلة السيولة دي، وسعرين في السوق، وسعر كاش وسعر شيك، والأمر أمر متأزم يستطيع أنه يمضي. لذلك أنا أظن أنه إيلا يتلمس الطريق بشكل واضح، هو قرر أين ستكون اللعبة الأولى، أين سيوجه سهمه الأول. وأنا أقول أيضا إذا نجح في هذا الملف سيكون قطع 50%. طبعا. أنا لا أبالغ إن قلت 50% من ملف الفساد. أستاذ أسامة، لماذا لم يتم حل البرلمان
كما تم حل الحكومات المركزية والولاية في رأيك؟ بكل الأحوال معلوم أن البرلمان هو منتخب، لكن حكومات الولايات كما تم تعيين بواسطة رئيس الجمهورية، يعني حتى ولايات الولايات ليسوا منتخبين معينين، تعيين سياسي، كذلك المعتمدين وحكومات الولايات. لكن بكل الأحوال أنا لا أرى أن الآن التركيز أكبر سيكون في ما يلي، أنه وضعية البرلمان أو شرعية البرلمان، لأن هي معلومة البرلمان منتخب. لكن أرجع وأقول أن التحدي في ما يلي ترتيب الحكومة للمرحلة المقبلة. أنا هذه المرة أختلف تماما مع دكتور ناجي فيما أشار لي. التحدي الحقيقي الآن أمام محمد طايري اللي هو ترتيب الأوضاع بشكل جيد، يعني أقرب ما يكون لطريقة المدرب في توظيف اللاعب المناسب في المكان المناسب. إذا كان اللاعب في الوسط، كم تمريرة تتم من هذا اللاعب بشكل جيد؟ إذا كان لاعب في الأمام، يقوم بكم تصويبة بالمرمى على سبيل المثال؟ هذا هو المطلوب من محمد طاهر إيه. لكن إذا مضى في اتجاه لغة استعدائية بكل الأحوال سيتم يعني سيجد كوابح تحد من طريقة عمله. نعم. وبل البعض إن بعض الجهات ستحاول أن تستعديه، لأنه معلوم أن هناك دولة عميقة، سواء كان في يعني بيروقراطية المعلومة في الخدمة المدنية، أو إذا كان الدولة العميقة داخل التنظيم الذي كان يدير الدولة في الفترة الماضية. لكن بالتالي الآن المناسب والمهم جدا أن يحقق الاستقرار في القضايا الأساسية، بدءا أن يعيد الصيغة إلى البنوك. هذه تتم كل المسائل، كل الدور المطلوب من محمد طاهر إيه للوائل رئيس الوزراء أن يحكم التنسيق مع جهاز ذات الصلة. ده تحدي حقيقي سيجابي إيه، لأنه هو متهم بشكل مباشر بأنه ينفرد بالقرار. الآن إدارة الحكومة، إدارة الجهاز التنفيذي طلب إحكام التنسيق، بدءا إذا أراد إعادة الصيغة للبنوك أن يتم الترتيب مع البنك المركزي، بدءا أن يتم مراجعة الدولار الجمركي، لأن واحدة من الإشكالات الحقيقية الدولار الجمركي من 6 أصبح 18. الآن كل سلعة أصبح ثمنها 3 أضعاف السعر الذي كان عليه في الفترة الماضية. هذه برضو مهمة الأولى في ما يلي الشق السيولة، حتى يتم توفير السيولة بشكل جديد. الأمر الثاني أن يعيد ترتيب وزارة النفط. الآن واحدة من إشكالات الحكومة في تقدير الشخصي، وأنا ذكرت ذلك من قبل، كتبت في زاويتي، أن دمج وزارة النفط مع المعادن واحدة من الإشكالات التي واجهت معتز موسى في الفترة الماضية، ولم يعني تسهم في إنه كيفية تتم إدارة وزارة المعادن ووزارة النفط. معلوم أن وزارة المعادن وزارة إيرادية، في العام 2016 كان الإنتاج 93 طن، في العام 2017 كان الإنتاج نحو 100 طن. هذه كلها تطلب أن وزارة تكون وزارة منفصلة. الآن محمد طاهر عليه أن يرتب هذا الأمر، يحكم يده مع وزير المعادن إذا تم فصل الوزارة، من خلال ترتيب تصدير الذهب، لأنه الآن هناك مشكلة حقيقية في تصدير الذهب. بعض الجهات تسيطر على تصدير الذهب، تقوم بتصديره بطريقة يعني تحتاج إلى مراجعة. دي برضو مهمة مطلوبة من محمد طاهر، مراجعة المؤسسة السودانية للنفط، لأن هي مزولة من توزيع الوقود. هذه كلها المسائل المهمة والتي تهم المواطن بشكل مباشر. ثم مراجعة ملف الدقيق. الآن لا يعقل أن تدعم الحكومة الدقيق ب 680 مليون جنيه في اليوم، اللي هي 680 مليار. كل صباح الحكومة تدفع 680 مليون دعما للدقيق، ولا تزال المشكلة تراوح مكانها. الصفوف إلى حد ما موجودة في بعض المناطق، خفت شوية. هناك شكاوى من أن الدقيق لم يصل لبعض الولايات. هذه الملفات المهم من محمد طاهر إلى أن يولي اهتمام في المرحلة المقبلة. الناس الآن لا تبحث عن رفاهية، لكن تبحث إلى حد كبير على تأمين القوت في هذه الملفات المهمة والترتيب. هذه إذا نجح محمد طاهر في ترتيب هذه الولايات، هذه الملفات في الفترة الأولى اللي هي حتى 2020، أنا أعتقد أنه من الممكن جدا يساهم في العبور للمرحلة المقبلة. لكن في كل الأحوال السؤال قائم والتحدي الحقيقي، من الذي سيعين إلى في أداء هذه المهمة؟ هذا هو السؤال الذي يمضي في اتجاه حكومة الكفاءات. كيف ستكون كيفية الاختيار، شكل هذه الحكومة في المرحلة المقبلة؟ مع أنه السيد الرئيس وضح الاختيار يتم بالكفاءات وليس بالمحاصصة. من الجميل أن ننهي هذه الحلقة على هذا السؤال، ليكون إجابة السؤال هو موضوع الحلقة القادمة. على أي معيار؟ هو معيار الكفاءة أكيد. سيتم تشكيل الحكومة القادمة،
صراحة هناك أيضا كان تعليق كان كتب من مراقبين سياسيين للوضع في السودان بأن هذه الفترة أيضا لابد للقوى السياسية التي تنوي الدخول في معركة الانتخابات 2020 من استثمارها أيضا لإعداد البناء الداخلي. كافة الأحزاب والقوى السياسية التي تود أن تشارك في 2020 عليها استثمار هذه الفترة أيضا بإعداد البرامج وإعداد البناء الحزبي والقاعدي لها حتى نقبل على 2020 بإذن الله بهدوء وبسلاسة دون أي انزلاقات. أشكر ضيوفي الكرام الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، شكر أجزله لدكتور ناجي مصطفى بدوي الأستاذ الجامعي المحلل السياسي والاقتصادي أيضا. أشكرك جزيل الشكر دكتور ناجي، وأنا أشكرك، كتر خيرك كثير. وشكر أجزله للكاتب الصحفي الكبير رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة الأستاذ أسامة عبد الماجد. أشكرك أسامة حضورك اليوم وتشريفك لنا في أكثر زمان. شكرا دكتورة، شكرا لك جزيلا، شكرا لكم.